سعيد شيبة هو مدرب المنتخب المغربي الأقل من 17 عاما، لاعب سابق لفريق الفتح الرباطي وأيضا للمنتخب المغربي. تعالوا مشاهدينا الكرام نتعرف أكثر على سعيد شيبة. يعد النجم المغربي سعيد شيبة واحدا من أبرز اللاعبين المغاربة الذين عبروا صفوف المنتخب المغربي والذين تركوا بصمتهم في عرين أسود الأطلس ومختلف الأندية التي لعب لها. خاض شيبة تجربا في أوروبا والخليج وكان ضمن جيل الذين قرروا دخول غمار تدريب الأندية في البطولة الوطنية بعد مسيرة قصيرة ضمن الطاقم التقني للمنتخب المغربي في عهد باد دوزاكي. حزم سعيد حقائبه وتوجه للسعودية سنة 1994 لينضم للهلال الذي لعب معه موسمين قدم فيها أداء رائعا قبل أن يحقق حلمه الكبير بالاحتراف في الليغا الإسبانية من بوابة كلوب راستير، من هناك حيث يجد عمالقة الكرة العالمية في واحدة من أكثر الدوريات الكروية إثارة. لم يجد شيبة الكثير من الصعوبات للانخراط في صفوف فريق الجديد، فبمجرد أن وقع اللاعب المغربي عقد انضمامه حتى باشر تعلم اللغة الإسبانية التي تقن فيها بعدما جعل الصحفيين الإسبان يتحاورون معه في كل مناسبة. هذا وتوج الإطار الوطني سعيد شيبة مدرب المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة بجائزة أفضل مدرب في كان الفتيان. وأعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف عن تتويج شيبة عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.